السلام عليكم طلبتي الأعزاء، سنكون في هذا الفيديو مع الدرس الثاني من الورك بوك. Page 6 Exercise 1 Read the article quickly and find the five forms of written communication which are mentioned. اقرأ المقالة بسرعة، وجد الخمسة أشكال من وسائل التواصل المكتوبة والمذكورة هنا في الارتكل في المقالة. عنوان المقالة Communicating with the Past، التواصل مع الماضي. The Rosetta Stone is nothing much to look at. The Rosetta Stone حجر الرشيد هو ليس بالشيء الكثير لتنظر إليه. Nevertheless، مع ذلك، visitors to the British Museum flow endlessly past the piece of rock. الزائرون للمتحف البريطاني يتدفقون بشكل endlessly لا نهائي مارين بقطعة الصخر. Despite being unable to make out what is written on it. بالرغم من كونهم غير قادرين على make out. Make out see with difficulty. يميز بصعوبة. إذن هم كانوا غير قادرين على تمييز ما هو مكتوب على الحجر. If they could, they might be disappointed to discover that it is a kind of tax document. لو أنهم استطاعوا، ماذا؟ Make out، تمييز أو رؤية ما هو مكتوب على حجر الرشيد. They might be disappointed. Disappointed، يصابون بخيبة أمل. لماذا؟ لأنهم سوف discover، يكتشفون. That it is a kind of tax document. سيكتشفون أن حجر الرشيد هو عبارة عن وثيقة ضرائب، أي أن المعلومات التي عليه هي معلومات ضرائب وليست معلومات هامة. However, as the museum guides explain، مع ذلك، كما يوضح explain museum guides، مرشدو المتحف، المرشدين في المتحف الذين يشرحون للزوار ماذا يوجد في المتحف. ماذا يوضحون؟ يوضحون أن The Rosetta Stone is the star of an incredible story. هو نجم أو بطل قصة incredible مذهلة. About figuring out how to communicate with the past. إذن هو النجم في موضوع ماذا؟ Figuring out إيجاد أو اكتشاف كيفية التواصل مع الماضي. كيف ذلك؟ The tale begins over 2000 years ago in Egypt. القصة تبدأ tale قصة تبدأ منذ أكثر من 2000 عام مضت في مصر. When Pharaoh فرعون Ptolemy بطليموس the fourth died. عندما توفي الفرعون بطليموس الرابع. His 6-year-old son became the ruler. ابنه ذو الستة أعوام أصبح the ruler الحاكم. This was the start of years of chaos as rival groups tried to influence him. كان هذا ما هو توليه الحكم، أنه became the ruler. هذه النقطة كانت بداية سنوات من chaos، فوضى. حيث أن as حيث أن هنا بمعنى حيث أن rival groups مجموعات منافسة حاولت influence أن تؤثر عليه. Eventually في النهاية the boy Pharaoh grew up and with the assistant في النهاية أو كنتيجة فإن فرعون الصبي نشأ وبمساعدة The powerful priests. Priests الرهبان الأقوياء بمساعدتهم. ماذا فعل هذا الفرعون الصبي؟ He took control. استلم زمام الأمور. سيطر. In 196 BCE.
في العام 196 قبل الميلاد. Like all the other pharaohs before him. مثل جميع الفراعنة قبله. He wished to announce to the world the importance of his role. رغب بالإعلان announce للعالم the importance أهمية دوره his role. The Rosetta Stone is one of 18 stones that were put in temples around Egypt. حجر الرشيد هو واحد من 18 حجرا وضعت في temples معابد حول مصر. Their purpose هدف. هدفها هدف ماذا؟ هدف هذه 18 حجرا وضعت لهدف هو هدفين both كلاهما ما هما الهدفان؟ To point this message إيضاح هذه الرسالة أهمية دور الفرعون و bring into law some very generous tax breaks for priests. Tax breaks إعفاءات ضريبية ل priests الرهبان. إذن كان لهذه 18 حجرا هدفين مهمتين: إيضاح الرسالة point the message عن the importance of the pharaoh role أهمية دور الفرعون ولوضع ضمن القانون بعض الاقتطاعات الضريبية الجينيروس السخية من أجل الرهبان. The stone is of particular historical importance. إذن الحجر لديه أو يتميز به أهمية تاريخية معينة particular معينة. Because the memo it contains is written in three languages. لأن الميمو المذكرة التي it contains التي يحتويها هذا الحجر مكتوبة بثلاثة لغات: Greek اليونانية, an Egyptian language called Demotic. Demotic تعني ديموطيقي أو شعبي أو دارج, أي لغة محلية على الأرجح, and hieroglyphics اللغة الهيروغليفية like those found on tombs مثل تلك. those ما هي those؟ الهيروغليفيكس هي النقوش الهيروغليفية الموجودة على tombs القبور. The Rosetta Stone remained in Egypt for 2000 years. حجر الرشيد بقي في مصر لألفي عام. Then in 1801 it was captured by the British Army. ثم في عام 1801 تم captured تم الاستيلاء عليه من قبل الجيش البريطاني and taken to London وتم أخذه إلى لندن. There هناك academics tried to figure out what was written on it. الأكاديميون حاولوا figure out معرفة ماذا كان مكتوبا عليه. But nobody could understand the hieroglyphics. لم يستطع أحد فهم اللغة الهيروغليفية. That was until a researcher named Thomas Young. استمر ذلك أو ذلك كان حتى أتى باحث اسمه Thomas Young. Came across a group of symbols. Came across قلنا صادفة مجموعة من الرموز التي هجأت الاسم Ptolemy بطليموس. His work was continued by Jean-François Champollion, who finally figured out how to read the mysterious text in 1882. إذا من تابع عمل توماس يونغ؟ تابعه شخص يدعى Jean-François Champollion, والذي أخيرا figured out عرف كيف يقرأ النص الغامض في العام 1882. Young and Champollion's work allowed us to work out exactly what is written on all the great objects and monuments of Egypt. عمل Young وChampollion سمح لنا أن نكتشف بالتحديد ما هو مكتوب على جميع الأشياء و
المونيومنتس الآثار في مصر أو الخاصة بمصر. However, مع ذلك, despite the best efforts of linguists and code breakers, بالرغم من الجهود الأفضل لـ linguists علماء اللغة و code breakers مفككي الشفرات, a number of unexplained manuscripts مخطوطات and mysterious languages have proved unsolvable. إذن بالرغم من جهود علماء اللغة ومفككي الرموز أو الشفرات, عدد من المخطوطات الغير مفهومة and mysterious languages ولغات غامضة تم إثبات أنها unsolvable غير قابلة للحل. A notable example is, مثال ملحوظ notable ملحوظ على ذلك هو رونغو رونغو. ما هي رونغو رونغو؟ هي manuscript مخطوطة which scholars believe may be a written language. إذن الرونغو رونغو يعتقد scholars العلماء أنها يمكن أن تكون لغة مكتوبة من إيستر آيلاند جزيرة الفصح. جزيرة اسمها جزيرة الفصح. It was found in the 19th century on various wooden objects. لقد تم إيجادها في القرن التاسع عشر على عدة أجسام خشبية and is made up of symbols showing animals, humans and plants. وهي مكونة made up of من رموز showing تظهر حيوانات وبشر ونباتات. There have been many attempts محاولات to work out لحل أو لاكتشاف what meaning it conveys أي معنى تنقله. This suggested that it may be related to the cycles of the moon. هذا يوحي suggested أو أوحى أنها ربما تكون متصلة أو لها علاقة ب cycles دورات القمر. ما الذي أوحى لهم بذلك؟ ربما صور الحيوانات والبشر والنباتات. It is also possible that Rongo Rongo is not written text at all. وأيضا من المحتمل أن الرونغو رونغو ليست نصوصا مكتوبة على الإطلاق. But it is in fact an early kind of memory aid or even simply decoration. ولكن في الحقيقة نوع مبكر أي اكتشفوه مبكرا أو استخدموه في وقت مبكر من الزمان. نوع من ماذا؟ من memory aid مساعدة الذاكرة, أي شيء كتبوه ليتذكروه. Or even simply decoration, أو ربما ببساطة هي decoration أي زخرفة أو زينة أو تزيين المكان. Then there's the beautiful Voynich manuscript. ثم هناك مخطوطة Voynich الجميلة. A book which has been dated to the early 15th century. كتاب has been dated to يعود تاريخه إلى بدايات القرن الخامس عشر. It is thought to be written in a European language. يعتقد أنه تمت كتابته بلغة أوروبية. Though not a familiar one. ورغم ذلك هي ليست لغة familiar مألوفة. And contains strange pictures of plants and animals. إذن هذه المخطوطة, مخطوطة Voynich, كانت تحتوي contains على صور غريبة لنباتات وحيوانات. Some researchers باحثون. إذن بعض الباحثين have suggested اقترحوا it is a fake إنها مزيفة and others a guide to medieval medicine. إذن بعض الباحثين اقترحوا أنها مزيفة أي أنها حديثة ولكن زيفت لتبدو قديمة, أو أنها guide دليل ل medieval متعلق بالعصور الوسطى, medicine طب أي أنها دليل إلى الطب
الذي كان موجودا في العصور الوسطى medieval. Because it remains so mysterious. بسبب أنها تبقى غامضة جدا mysterious غامض. It has inspired many contemporary معاصرين films and books. إذا بسبب غموضها فقد ألهمت inspired ألهمت أي كانت مصدر إلهام للعديد من الكتب والأفلام المعاصرة. Finally, according to some estimates. وأخيرا وفقا لبعض الاستيميتس التقديرات The Tartaria Tablets أقراص تيرتيريا which were unearthed اكتشفت in Romania في رومانيا in 1961 في العام 1961 are over 7000 years old عمرها فوق 7000 عام. This would make the symbols on these small round disks the earliest known form of writing. هذا سيجعل من الرموز على هذه الأقراص الدائرية الصغيرة أي أقراص دائرية أقراص تيرتيريا هي بشكل أقراص دائرية صغيرة وعليها رموز بما أن عمرها فوق 7000 عام فإن ذلك سيجعلها من أقدم أشكال الكتابة المعروفة the earliest الأقدم. As with many messages from the past مثل العديد من الرسائل من الماضي opinions differ الآراء opinions تختلف and even the experts can be sure of almost nothing حتى أن الخبراء يمكن أن يكونوا واثقين من لا شيء تقريبا أي أنهم لا يعرفون شيئا بشكل مؤكد. One day someone will almost certainly spell out what these strange messages mean. في يوم ما شخص ما almost certainly من شبه المؤكد spell out يوضح بالتفاصيل ماذا تعني هذه الرسائل الغريبة and where mystery remains investigation will surely continue وحيث يبقى الغموض التحقيقات بالتأكيد سوف تستمر. هذه المقالة الارتيكل انتهت معنا في الصفحة السابعة. سنعود للصفحة السادسة لنقرأ السؤال مرة أخرى. كان المطلوب أن نجد خمسة أشكال من أشكال التواصل المكتوبة. الأشكال المطلوبة مر معنا The Rosetta Stone حجر الرشيد وأيضا في العمود الثاني في السطر الرابع والخمسين ذكرت Hieroglyphics الكتابات الهيروغليفية وفي الصفحة السابعة مرت معنا لغة رونغو رونغو ثم في السطر 107 مرت معنا Voynich Manuscript مخطوطة Voynich والخامسة كانت Tartaria Tablets أقراص تيرتيريا. إذا بعد أن قرأنا المقالة سنجيب عن الأسئلة. Exercise 2 Read the article again and choose the correct answers. اقرأ المقالة ثانية واختر الإجابات الصحيحة. 1. How can the author's opinion of the Rosetta Stone best be summarized? كيف يمكن لرأي الكاتب؟ كاتب لرأي الكاتب الذي كتب عن حجر الرشيد best be summarized كيف يمكن لرأي الكاتب عن حجر الرشيد أن يتم تلخيصه أو إيجازه بأفضل شكل summarized تلخيص أو إيجاز. إذن نريد أن نعرف بشكل مختصر ما كان رأي الكاتب عن حجر الرشيد the Rosetta Stone. هل هو A Its popularity as a museum exhibit is difficult to explain. هل popularity شعبية the Rosetta Stone ك exhibit معروضة قطعة معروضة في المتحف هل هي difficult هل من الصعوبة شرحها هل شعبية هذا الحجر ك
كقطعة في المتحف هل من الصعوبة أن نشرحها؟ هل ذكر الكاتب شيء؟ هل ذكر الكاتب هذا؟ أو It is far more significant than it looks. إنه أكثر أهمية مما يبدو عليه. أو It is a disappointment for most museum visitors. إنه disappointment خيبة أمل لمعظم زوار المتحف. أم أنه It is a dull administrative document. Administrative إداري. Document وثيقة. Dull ممل. إذا ما كان رأي الكاتب بحجر الرشيد، هل قال أن شعبيته من الصعوبة أن نشرحها؟ أو قال أنه أكثر أهمية مما يبدو عليه؟ أم قال أنه خيبة أمل للزوار؟ أم أنه وثيقة إدارية مملة؟ الرأي الصحيح هو B. It is far more significant than it looks. إنه أكثر أهمية مما يبدو عليه. عندما نجد هنا إجابة، سنعود للنص لنقرأ ما هي الجملة التي دلتنا على هذه الإجابة. في بداية المقالة لدينا جملة The Rosetta Stone is nothing much to look at. ليس بالشيء الكثير لتنظروا إليه، أي أن شكله لا يدل على أهميته. إذن هذه هي الجملة. Which is true about the Rosetta Stone? ما هو الصحيح بخصوص حجر الرشيد؟ هل أنه it was made for a child ruler؟ هل تم صناعته من أجل حاكم طفل؟ أم it was the only one of its kind؟ أم أنه كان الوحيد من نوعه؟ أو its sole aim was to announce the importance of the pharaoh؟ أن هدفه الوحيد. سول وحيد، إيم هدف. إذن هل كان الهدف الوحيد فقط من هذا الحجر أن يعلن أهمية الفرعون؟ أم it contains a multilingual message. Multilingual متعدد اللغات. أم أنه يحتوي على رسالة متعددة اللغات. نحن قرأنا أن هذا الحجر أو المعلومات التي كانت مكتوبة فيه كانت مكتوبة بثلاثة لغات. سنجد في النص الجملة التي دلتنا أن هذه هي الإجابة الصحيحة. الجملة التي دلتنا على الإجابة موجودة في العمود الثاني في السطر 46. The stone is of particular historical importance because the memo it contains is written in three languages. إذن الحجر له أهمية تاريخية معينة لأن المذكرة التي يحتويها مكتوبة بثلاثة لغات. إذن هو multilingual، متعدد اللغات، multilingual، والإجابة هي D. 3. What did Thomas Young manage to do? ما الذي استطاع أو تدبر توماس يونغ القيام به؟ هل استطاع أن understand some symbols، أن يفهم بعض الرموز؟ أم spell Ptolemy، يتهجأ كلمة بطليموس؟ أم read the Rosetta Stone، قراءة حجر الرشيد؟ أم understand some tax breaks، فهم بعض الخصومات على الضرائب؟ الإجابة الصحيحة هو أنه فهم بعض الرموز، understand some symbols. هذه الرموز التي فهمها هي التي أدت به لأن يفهم كلمة تولومي بطليموس. في السطر 68 من الأرتيكل المقالة لدينا توماس يونغ came across، صادف a group of symbols that spelled the name Ptolemy. إذن عندما صادف هذه الرموز استطاع تهجئة الاسم Ptolemy. هذه الجملة هي التي دلتنا على الإجابة الصحيحة. 4. What does the author say about Rongo Rongo?
ماذا يقول الكاتب أو المؤلف عن رونغو رونغو؟ هل قال أنها it may not actually be writing؟ هل إنها يمكن أن لا تكون فعليا كتابة؟ أم it's a kind of calendar؟ أنها نوع من التقويم؟ It's a kind of decoration، أنها نوع من الزينة أو الديكور. أم it tells stories of the natural world، أم أنها تخبر قصصا عن عالم الطبيعة أو العالم الطبيعي. الإجابة هي أن الكاتب قال عنها أنها it may not actually be writing، أنها يمكن أن لا تكون فعليا كتابة. الجملة التي دلتنا على الإجابة موجودة في السطر 102. It is also possible that Rongo Rongo is not written text at all. ليست نصوصا مكتوبة على الإطلاق. في نهاية هذه الجملة أيضا يرد ذكر أنها مجرد decoration، ولدينا إحدى الإجابات أنها نوع من الديكوريشن. إذن كيف نختار الإجابة الصحيحة؟ لدينا هذه مذكورة في النص وهذه، سنختار الأولى، المعلومة الأولى سنعتمدها. 5. Which objects does the author say has become a part of popular culture؟ أي أشياء قال المؤلف عنها أنها أصبحت جزء من الثقافة الشعبية؟ هل قال ذلك عن The Rosetta Stone حجر الرشيد، أم The Rongorongo Carvings منحوتات الرونغورونغو، أم The Voynich Manuscript مخطوطة Voynich، أو The Tartaria Tablets؟ لقد قال أنها جزء من Park Popular Culture الثقافة الشعبية، قال ذلك عن Voynich Manuscript. ما الذي دلنا على هذه الإجابة؟ في نهاية الفقرة في السطر 116 قال Because it remains so mysterious، لأنها تبقى غامضة جدا. It has inspired many contemporary films and books، كانت مصدر إلهام للعديد من الكتب والأفلام المعاصرة. ومعظم الكتب والأفلام تستمد معلوماتها أو أفكارها من الثقافة الشعبية أو القصص الرائجة في تلك المنطقة. 6. What does the author believe about mysterious texts from the past؟ ماذا يعتقد الكاتب عن النصوص الغامضة من الماضي؟ ماذا قال عنها؟ هل قال There are some texts we will never be able to work out، هناك بعض النصوص التي لن نكون قادرين على حلها أو فهمها، أو We should only try to understand written languages not symbols، يجب علينا فقط أن نحاول فهم اللغات المكتوبة وليس الرموز، أم أنه قال It's impossible for expert to agree about any text from the past، إنه من المستحيل للخبراء أن يتوافقوا على أي نصوص من الماضي، أم قال We'll always try to make sense of them، دائما سنحاول أن نفهمهم. الإجابة الصحيحة هي D، سنحاول دائما أن نفهمها، علينا أن نستمر في محاولة فهمها. ما الجملة التي دلتنا على ذلك؟ في نهاية المقالة قال الكاتب One day someone will almost certainly spell out what these strange messages mean. في يوم من الأيام أحدهم بشكل شبه مؤكد سيوضح ماذا تعني هذه الرسائل الغريبة، وحيث يبقى الغموض التحقيقات بالتأكيد ستستمر، أي أننا بالتأكيد يوما ما سنفهمها. الآن سنستعرض الإجابات لهذه الأسئلة بذكر الرمز وبجانبه الجملة التي دلتنا على هذا الحل. هذه هي الإجابات. السؤال الأول إجابته B. The Rosetta Stone is nothing much to look at. 2. إجابته D. الجملة التي دلتنا على اختيار هذه الإجابة هي This stone is of particular historical importance because the memo it contains is written in three languages. 3. الإجابة هي A. Thomas Young came across a group of symbols that spelled the name Ptolemy. 4.
الإجابة A. الجملة التي استعنا بها لاختيار هذه الإجابة هي It is also possible that Rongorongo is not written text at all. 5. الإجابة C. Because it remains so mysterious, it has inspired many contemporary films and books. 6. الإجابة D. One day, someone will almost certainly spell out what this strange حتى نهاية الجملة في نهاية المقالة تماما. بهذا التمرين أعزائي نصل إلى نهاية حل التمارين من كتاب الوركبوك للدرس الثاني. ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم مع شرح Lesson 3 من Unit 1 من كتاب Students Book. السلام عليكم.